النهارده يا شباب هناخد تطبيقات على البوابات المنطقيه. هيجيب جايب لنا رسم قدامنا لمخطط بوابات منطقيه، ومطلوب منا حاجتين: معادله الخارج وجدول الحقيقه. احنا عشان نجيب معادله الخارج لازم نبص للبوابات اللي موجوده عندنا ونراجع احنا كل بوابه وظيفتها ايه. البوابه اللي عندنا في الاول من ناحيه الدخل دي بوابه ان، مهمتها الضرب، يعني داخل لها مين؟ داخل لها A و B. يبقى الخارج بتاعها هنا A B، A مضروبة في B. البوابة التانية برضو بوابة N بس داخل لها B، ونركز في هنا دايرة. الدايرة دي احنا خدنا المرة اللي فاتت معناها ايه؟ صح، معناها ان دي بوابة نفي. يبقى هنا البي ايه اللي حصل فيها؟ اتنفت. يبقى الخارج هنا البي منفية في السي. السلكتين دول راحوا فين؟ راحوا على بوابة أور. بوابة الأور مهمتها تمام الجمع. يبقى الواي عندنا هتساوي اللي ماشي في السلك الأول مين؟ A في B، زائد اللي ماشي في السلك التاني B داش في C. ودي يبقى معادلة الخارج للمخطط كام؟ لو احنا حابين نرسم جدول الحقيقة للمخطط ده هنرسمه ازاي؟ أول حاجة عندنا إن احنا بنبص عندنا كام دخل في المخطط كامل. هنا عندنا الـ A والـ B والـ C. طيب يبقى جدول الحقيقة بتاعنا ليه تلاتة دخل. الدخل الأول الـ A، الدخل التاني الـ B، الدخل التالت الـ C. تمام. عدد الاحتمالات بتاعته زي ما اتفقنا 2 أس 3 بكام؟ بـ 8. يبقى 0 واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد. تمام أوي. البي هتبقى تمام صفرين واحدين صفرين واحدين صفرين واحدين. السي أربع أصفار أربع وحالي. هنعمل إيه بعد كده؟ هنبص للمعطيات بتاعتنا. عندنا في المعطيات الحد الأول في الخارج هنا الـ A مضروبة في الـ B، والحد الثاني الـ B داش مضروبة في الـ C، والأخير الـ Y. إحنا عندنا هنا، طب إحنا سايبين العمود الفاضي ده ليه؟ عشان احنا عندنا هنا البي داش. هنكتب هنا كده البي داش. ايه هي البي داش؟ عكس البي. البي هنا بصفر يبقى البي داش بواحد. البي هنا بصفر يبقى البي داش بواحد. بواحد يبقى صفر واحد صفر صفر. المربع ده هنضرب مين؟ هنضرب الاي في البي. يبقى دول انا هنساهم، هلاقيهم مش موجودين معايا. اي في بي، صفر في صفر بصفر، واحد في صفر بصفر، صفر في واحد تمام، واحد في واحد صفر 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 واحد. العمود التاني البي داش مضروب في السي. نركز البي داش مش البي. تمام. صفر في واحد صفر. كده احنا خرجنا ده الحد الاول والحد التاني. الواي بتساوي مين؟ بتساوي مجموع الصف ده زائد الصف ده. يبقى صفر زائد صفر، واحد زائد صفر. عرفنا ازاي بنجيب جدول الحقيقة يا شباب؟ يبقى احنا اول حاجة بنخرج الحدود بتاعتنا، نحط المعطيات. بعد ما بنحط المعطيات بنبدأ ناخد حد حد وندي لكل حد عمود، وبعد كده بنطبق العملية اللي موجودة في المعادلة الأساسية. المثال التاني يا شباب عندنا إن إحنا هيجيب لنا معادلة ويقول لنا ارسمها. هنعمل إيه؟ أول حاجة إن إحنا نحدد الحدود الرئيسية بتاعتنا. إحنا عندنا الأول أدي حد اتنين تلاتة. بين كل حد كل حد من ده جواه في تلاتة دخل. تلاتة دخل ما بينهم إيه؟ ما بينهم بوابة ضرب. الحد الأول أدي بوابة الضرب. داخل لها مين؟ داخل لها A و B و C.
الخارج بتاع البوابة دي رايح فين؟ رايح على بوابة أور. تمام، الأور دي داخل لها دخل تاني، داخل لها دخل تاني أهو. منين؟ من بوابة أنت. داخل لها مين الأند بقى التانية؟ داخل لها إيه داش وبي داش وسي داش. نركز هنا، الداش على الكل ولا على كل حد لوحده؟ لا، على كل حد لوحده. يبقى النفي هنا على الإيه لوحدها، وعلى البي لوحدها، وعلى السي لوحدها. الدخل التالت لبوابة الأور بتاعتنا A B C، بس الكل منفي، يبقى دي بوابة إيه؟ تمام، دي بوابة ناند. يبقى الخارج هنا، النفي هنا فين؟ A B C، النفي على الكل، ويكون الخارج بتاعنا هنا واي. قدرنا نفرق ما بين ده وده؟ هنا النفي على كل حد، فبيكون بوابة النفي في الدخل، هنا النفي عليهم كلهم، فبيكون النفي على الخارج. المثال التالت يا شباب، انه يجيب لنا جدول حقيقة زي ده ويقول استخرج المعادلة ثم ارسمها. أول حاجة هنعملها هنا يا شباب إن إحنا نركز على الخارج، على الواي. هنشتغل على مين؟ هنشتغل على الخلايا اللي فيها واحد. يبقى إحنا هنا عندنا كام خلية؟ هذه الخلية الأولى، الثانية، الثالثة. قاعدة هنا بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا هيطلع عندنا الواي هتساوي الحد الأول زائد الحد الثاني زائد الحد الثالث. الحد ده بيساوي ايه؟ كل صفر من هنا معناته ان الرمز بتاعه فوق داش، يعني الاي تحتها صفر هتبقى ايه؟ داش، مضروبه البي تحتها واحد، السي تحتها واحد، زائد كلهم وحايد، يبقى الاي بي سي زائد واحد صفر واحد، يبقى الاي البي داش السي. كده خرجنا المعادلة؟ خرجنا المعادلة. نعرف نرسمها؟ نقدر نرسمها. عندنا كام بوابة في الدخل؟ عندنا ثلاثة أند. الأند الأولى الإيه منفية والبي والسي مثبتي، الثانية A B C كلهم مثبتين، الثالثة A البي منفي السي، كل داخل على بوابة أور، والخارج هنا اسمه واي. يبقى احنا ايه القاعدة الأساسية يا شباب؟ القاعدة الأساسية رقم واحد إن احنا بنركز على الوحايد اللي في الخارج، بعد كده الحدود اللي في النص مضروبة، والتوتال مجموع اللي تحتيه صفر يعني منفي، اللي تحتيه واحد يعني مثبت.